أهلا شباب. هلا احنا بالنسبة لنا مشان اعرف العلامات بالتفصيل بدخل على الموقع مثل ما حكينا سابقا عن طريق صفحة الفيسبوك، بتوجه على صفحة الفيسبوك الى هذا المكان، ومن خلال هذا المكان بضغط عليه بينتقل الى صفحة التعليم الالكتروني. انا بدي اعرف علاماتي بالضبط، عشان اعرف علاماتي بتطلع على جهة اليمين بشوف عند الصفحة الرئيسية اعلانات اعمال ارشيف امتحانات الكترونية محاضرات مصورة دوسيات اجابات شؤون طلبة علامات الطلبة الشهرية. هذه علامات الطلبة الشهرية بضغط انا عليها تنقل لي الى صفحة ثانية اللي هي مجموعة التقارير والعلامات الخاصة ب الأول ثانوي، تمام؟ من خلال هذا الخانة اللي احنا ضغطنا عليها نقلتني إلى التقارير العامة. من خلال الخانة اللي بعدها علامات الطلبة النهائية بضغط أنا عليها بلاحظ إنها راح تنقلني إلى صفحة متخصصة فيها كل المعلومات الخاصة بالفصل الأول، أسماء الراسبين، درجات العلمي، الأول علمي، الأول علمي الواو، الأول علمي دال بالتفصيل. فأي شيء احنا يخصنا بيخص علاماتنا بيخص التزاماتنا معرفتي أنا للتفاصيل راح تكون من خلال هذا التفصيل أو من خلال هذه الخانة الموجودة على جهة اليمين. بأكد عليك مرة ثانية، من خلال علامات الطلبة بإمكاني إنه أنا أتعرف على مستوى العلامات الموجود بشكل عام. بضغط على هذا الرابط، من خلال ضغطي على رابط هذا نشوف هون انت في 3 احتمالات اللي هي الرابط اعلاه يمثل تقارير الفصل الاول العام الدراسي 2015-2016، اللي بعده هذا رابط اخر بيمثل العلامات بشكل عام بالنسبة للفصل الدراسي الثاني للعام اللي احنا فيه 2015-2016، وما بعده بتلاحظ وجود الرابط الثالث اللي بيمثل الاسئلة والاجابات النموذجية ومستوى اداء الطالب. انا هسه بدي اعرف العلامات، بضغط هون كليك يمين انتقال الى هذا الرابط. نعم، بمجرد ما ان تصل الى هذا الرابط سوف يتم نقلك الى العلامات. فتح اول صفحة قدامك مثل ما تلاحظ قدامك اللي هي صفحة الاول علمي، كان صفحة الباء، لاحظ معي هذه هي صفحة الاول علمي باء. اطلع على الصفحة من جوا شو بتشوف فيها؟ بتشوف فيها الأول علمي باء، هون الأول علمي ألف، أول علمي جيم، ثاني علمي ألف. فكل اختصاص لما بده يعرف علامته بالتفصيل تلاحظ الامتحان الأول هذه علامات الطلبة، هاي بتمثل علامات الشهر الأول، هون إذا في امتحان ثاني، امتحان ثالث، امتحان رابع، كله راح يكون مذكور بالتفصيل. طيب أنا بدي أعرف الأسئلة والإجابات النموذجية، برجع على صفحة الموقع التعليمي بضغط هون كليك يمين ومن ثم الانتقال إلى الرابط. نعم، فسوف يقوم بنقلي مباشرة إلى رابط اللي بتوضح لي من خلاله الأسئلة ومستوى الأداء العام بالنسبة للطلب ككل. مثال، احنا هلا قدامنا شعبة الأول علمي ألف ستر ممتحن، وشعبة الأول علمي باء اليوم كان أول امتحان يومي لهم. أفتح الملف راح ألاحظ قدامي الأسئلة، بفتح على الأسئلة بلاحظ قدامي اللي هي الأسئلة للامتحان اليوم الأول، هذه 3 أسئلة والإجابات النموذجية وعلاماتها، فبالتالي بتكون الأمور معك واضحة 100%. نرجع ونأكد مرة ثانية ونحكي شباب لازم تدخل على الموقع التعليمي ولو مرة في الأسبوع مشان تصل إلى كل المعلومات أول بأول. الله يعطيكم العافية وشكرا جزيلا لكم شباب.